فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مكملين حتى الخامسة في ساعتنا الثانية. نتحولوا مباشرة للسعودية، وين موجود معنا بالتليفون اللاعب يوسف الفزاعي اللي قاد نادي العين البارح للصعود للقسم الممتاز في السعودية. يوسف أهلا بك. وبيك عايشك عايش خويا، مرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام خويا. صافا شنو الأمور لاباس؟ والله الحمد لله في خير ونعمة يا خويا. ما نتصورش خير من هكا. ما نتصورش حتى أنا. الحمد لله يا ربي الحمد لله. انت للموسم الثاني يوسف راهي تعمل الصعود ها؟ اي الحمد لله. عم ناوي كنت مع نادي العدالة. صحيح عم ناوي مع نادي العدالة، صعدنا الممتاز والسنة زاد مع نادي العين. الحمد لله يا ربي، عامين وفقني فيهم ربي يعني، ووصلت للأوبجيكتيف نتاع الكيف والأوبجيكتيف اللي رسمته وين لروحي الحمد لله يا رب. اي توا الجمعية اللي تحب تطلع تجيبك انت ولا عندك طموحات ممتاز؟ اكيد اي واحد يطمح باش يلعب في دوري الاضواء، خاطر مش كيما يتابعوا التوانسة يعني الدوري الممتاز السعودي كيما نعيشوه نحن لهنا، دوري قوي وفيه نجوم. اكيد اي واحد يتمنى باش يلعب فيه الدوري الممتاز ان شاء الله، اذا كان سهل ربي في 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 الدوري الممتاز. ما كانش كالعاده اخويا نشوفوا جمعيه تلعب على الطلوع ونعملوا اوبجيكتيف وواحد يحط هدف قدام عينيه وان شاء الله ربي يوفقنا. اي حكيتوا ولا ما حكيتوش؟ ما زلتوا والله حكينا اما ما حكيناش في الديتاي، حكينا يعني خطر العباد يعني لهين مازلنا ما طلعناش، طلعنا كان البارح البريود التالي يعني حكينا جروسو مودو، وان شاء الله كان فما حاجه باش تبان البريود هذايا، سينو واحد يشوف وين باش تكون الوجهه نتاعو واللي فيه الخير بيسهل فيه ان شاء الله. اي من ناحيه المبدا معناه انه ما متفاهمين، وشنو الاقرب حسب رايك انت يوسف؟ والله الاقرب ممكن فما 80% 70% ان شاء الله ممكن نكمل هنا ان شاء الله. هو الموسم الماضي علاش ما كملتش مع نادي العداله يوسف؟ والله نادي العداله كملت معني لعبت معهم في الدوري الممتاز في اول السنه. اي بالضبط. ومن بعد ما مشيتش النتائج اوتوماتيكمون هما يحبوا يبدلوا الاجانب، والاقرب حاجه باش يبدلوا الاجانب بدلوا الاجانب الكل وما سهلش ربي باش قعدت وكا. فهمت. باهي السنه ظهري تألق كبير، 9 أهداف ماركيت كان ماهيش غلط في 15 مقابله مع كاتاسيست هكا ولا؟ الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ربي وفقني، عملت 9 أهداف في 15 ماتش وكات أسيست الحمد لله. واحد يخدم على روحه وعمل له أوبجيكتيف، أوبجيكتيف تاعه بالنسبة لي أنا إن شاء الله الجاي خير، وواحد يقعد يخدم على روحه وديما يتعلم ويحاول يمشي لقدام وكا. ويلمك الهواء غادي ولا شنو الحوايج الحكاية؟ الحمد لله ستابيليتي ولمتني ستابيليتي، لأن فما شيء تخدم تترينا ترقد على روحك تبدا مركز على الكورة بركة وتخمم في اللي بيوت نتاعك وفي الحاجات اللي كيما نقولوا ما لقيتهمش في تونس، وتلقى لي مويان الكل وتلقى كل شيء موجود هنا، ما عليك الا باش تخدم وما عليك الا باش توري امكانياتك وما عليك الا باش تفرض روحك والحمد لله يا ربي هذاك اللي صار، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي مازلت باش نخدم على روحي ان شاء الله مازلت نعمل ما فيه قدرة ان شاء الله. قدوم هيثم الجويني معك عاونك شويه يوسف؟ اكيد بطبيعه الحال يعاونك سير تيران ويعاونك حتى في حياتك، تلقى صاحبك وخوك وعشيرك وفي وقت اللي يطيح يقف معايا وقت يطيح هو يقف معايا هنا في اللي مومو الخايبين انا نهزوا بعضنا نونسوا بعضنا سير تيران يعني هيثم ما نجم حتى حد يحكي عليه، هيثم قيمه ثابته اتاكون كبير ما لقاش حد ويمكن في الترجي اما اتاكون كبير هيثم وقيمه ثابته ولي تكنيسيان الكل في تونس يعرفوا هذا، والحمد لله يا ربي توفقنا وان شاء الله الجاي خير باذن الله. هو ظهر لي مشكلة انت يوسف دخلوا معنا برشا من لاعبين كل متألقين مهدي الرصايصي كيف صديق الماجري مع عيد الباطن طلعوا، كان معنا ايضا نمير المعمراني ملكة برشا بنطويات السنة، تونس الكل ظهر لي غادي خليته وجه به للكرة التونسية. ايه الحمد لله يا ربي كسسوا لي ستاف تكنيك كسسوا تشوف حتى اللي ساعدوا فما زوز اطارات فنية يعني تونس في القادسية وفي في
في في العين، وما ننساش زاد الباطن كان بدا مع سيدي ذات جدي اللي عمل معاه بدايه ممتازه، بعد هيك خرج لاسباب يعني ما نعرفش شنو. بالنسبه للاعبين ما شاء الله تشوف ياسين بوفيرغ قائد فريق في نادي الجيل، هاشم عباس قائد فريق، لسعد الجزيري، الكل عاطين صوره باهيه، العمراني، العمدوني، شاكر رقيعي ما ننساوش اللي قدم في مردود ممتاز، برشا لاعبين توانسه موجودين هنا ان شاء الله ما ننسى حتى حد، خاطر قاعدين يقوموا بالواجب، قاعدين يوريوا في صوره باهيه للاعبين التوانسه، حتى توا وكلاء الاعمال ولا جمعيات يسالوك على التوانسه وماخذين فكره باهيه برشا على التوانسه. ما يتخمم ترجع لتونس ولا صعيب شويه توا؟ مش صعيب شوية، نصورها مستحيلة الحكاية. صحيح، شطبتها الصفحة. والله مش شطبتها، يمكن بعد ما صعيبة شوية، خاطر إسلام كي تعيش في دي كونديسيون وتعيش في دي تيران وتعيش في 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 شامبيونان متوفر فيها كل شيء، صعيب وتشوف ومام طون الجوارات كيفاش يسوفريو في تونس وتشوف التيرانات نتاعنا، صراحة شيء يوجع القلب، هربوا بينا برشا كسسوا هنا كسسوا في بلدان أخرى وفي بطولات أخرى، إن شاء الله أخويا تونس يشوفوا لها حل وترجع تيرانات، تبدأ بالتيرانات باش النجم جوار يعطيك، خاطر هو يكون جوار ملاعبي وتيران كي من كيك يعني. هو يوسف هربوا بينا من ناحية الفلوس، البنية التحتية، ما ديما اللاعب التونسي ديما يبقى عنده اسمه وعنده قيمته، دليل اللي قاعدين تعملوا فيه أنتم غادي معناها. أكيد هذيك الحاجة اللي توجعك أكثر يا إسلام، كي تشوف جواراتك في دي كونديسيون باهين يعطيو في روندمون ويقدموا في حاجة باهية ويعطيو في حاجة باهية للصورة تاع تونس، بار كونتر أنه في تونس بالظروف هذيك ما ينجم يعطيك حتى شيء. واضح. سهل بروبليم. يعطيك الصحة. إن شاء الله خويا تونس ترجع كيما كانت وإن شاء الله الظروف تتحسن. إن شاء الله، يعطيك الصحة، شكرا لك يوسف الفوزيعي، بالتوفيق إن شاء الله ليك وإن شاء الله أشوفك القسم الموسم الجاي في الممتاز يوسف. ها؟ عايش خويا إسلام، ربي يفضلك خويا ومرحبا بكم، عايش شكرا. فاصل موسيقى بعد مكملين في فاير بلاي.